عليكم. جاسم مهني، رئيس الغرفه العالميه بسعاده لسنه 2015. احنا اليوم يوم 9 افريل في مقام سيدي عمار. الماكسيموم نتاعنا اليوم، الهدف نتاعها انها نقوم بصيانه المقام هذا، اللي هو يمثل تاريخ البلاد، يمثل حضاره البلاد، ويمثل كل شيء. وك تعرض للتهميش من قبل وما كانتش فيه لهوه، معناها ما كانوش عباد لاهي بيه وكل شيء. حبينا نعملوا بلا نجمه باش ننظفوه باش ندهنوه باش ما نبدلوا منظره ويظهر فيه في حله جديده، معناها بالامكانيات البسيطه. الهدف الاساسي تاع الغرفه الفتيه العالميه هي انها تحدث تغيير ايجابي في المجتمع نتاعها. دونك هكا علاش حبينا نبدلو جوستومون، نبدلو الكونسيبت نتاع سيدي عمار. حبينا نردوه حي شويه، حبينا نردوه فيه شويه نشاط، فيه الكونتور نتاعو دهناه، معناها فيه شويه كما تشوفوا شويه حفر وكل شيء. حبينا نسكروهم ونبدلو الحله. مرحبا بكم، احنا جي سي صيادة اليوم في معلم تاريخ الوتري في مدينة صيادة اللي هو مقام الدولي صالح سيدي عمار. جينا اليوم باش ننظفوا المكان هذا، ندهنوا فيه شوية، ننظموا شوية الجردة. علاش اخترنا المعلم هذا؟ على خاطر في السنوات الأخرى من بعد الثورة الدولة ما عادش لاهية بالمقامات هذوما وما عادش فما اعتناء بهم. لاحظنا اللي فما في الجردة نتاعها ولا فما عشرة طفيلية، الحيوط والدهينة تفرقشت ومشات. قلنا علاش لا كجمعية من جمعيات اللي تنشط في صيادة ننظموا شوية ونعملوا نحسنوا في الزينة نتاع مقام سيدي عمار. جي سي صيادة مش أول مرة تعمل أكسيون بالنوع هذا، عملنا زادة دهن الرصيف في صيادة، نظمناهم وزيناهم. زادة فما مرات خذينا حيوط في وسط صيادة وعملنا لوحات فنية فيهم. يعني هذه في التقاليد نتاع غرفة صيادة اللي كل مرة تحاول تاخذ جزء من أجزاء صيادة وتحسن في المظهر بتاعه وباش تخلي المدينة مزيانة اللي تعرف. أنا جيت نعاون فيهم في سي عمار باش نحسنوا وضعيته ونتلهاو به شوية وباش يزين لنا منظر حومتنا. ما قاعدين نتبعوا في الكهنات نحيو في طرف وسخ باش ما ينظاف الواحد ويرجع كيما قال صاحبي جاسم حي سي عمار. الو على دول حطيتها